السلام عليكم متابعينا الاعزاء في كل مكان، اهلا بكم في البدايه. لو انت في القناه يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بكل جديد، واثنين اعمل لايك وشير الفيديو ده في رحله تدعيم النادي الاهلي صفوف في الموسم الجديد بعد الموسم اللي حصل الكارثي اللي حصل ده، وكانت كبوه والنادي الاهلي لازم يفوق منها في اسرع وقت ويعود اقوى واسرع لحصد مزيد من البطولات. قدامنا الدوري وقدامنا الكاس وقدامنا دوري ابطال افريقيا اللي هنبدا فيه في خلال الايام الجايه. النادي الاهلي بدا يستعد من تاني ورجع وهيعمل معسكر في هولندا، الموضوع خلاص بدا خلاص يخلص. حسام غالي خلص الموضوع واتفق مع الشركه الراعيه ومضوا العقود. النادي الاهلي هيبدا يخش في معسكر مغلق، هيبقى في ماتشات دوليه او ماتشات يعني وديه مع فرق قويه في اوروبا. لسه النادي الاهلي ما استقرش على مين المدير الفني الجديد في الموسم الجديد، ولكن تقريبا كابتن سامي مصان هو اللي هيقود استعدادات النادي الاهلي لحد ما المدير الفني الجديد يوصل. ولكن كلامنا النهارده عن صفقه ترددت عن النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت، وهو موسى التعمري لاعب منتخب الاردن والمحترف في لوفين البلجيكي، لاعب صاحب 25 سنه اللي لفت انظار ناس كتير. بدا يتم ربط اسمه بالنادي الاهلي والنادي الاهلي بتفاوض معاه. في بعض المصادر من داخل النادي الاهلي بتقول ان النادي الاهلي فعلا كان بيتفاوض مع اللاعب، وان في ناس راحت له بلجيكا عشان تتفاوض معاه، وكان النادي الاهلي مستعد ان هو يدفع لحد 3 مليون يورو عشان يضم اللاعب ويفوز بالصفقه في الفتره الجايه كاداء كاول تدعيمات النادي الاهلي في فتره الانتقالات الصيفيه. ولكن الصدمه كانت ان اللاعب رفض وقال ان هو عايز يركز في الاحتراف الفتره الجايه وعايز يكمل فرصته ومساره التصاعدي في اوروبا في الفتره الجايه، وان هو في الفتره الحاليه بيدور على عرض افضل في اوروبا وفريق افضل ينتقل ليه في الفتره الجايه، بحيث ان هو يفضل ماشي على مسار الاحتراف ويوصل لمكانة اعلى في اوروبا. مش عايز يرجع منطقة الشرق الاوسط في الفترة الحالية مهما كانت المغريات، سواء مادية او عرض من نادي زي النادي الاهلي، ولكن اللاعب يفضل الاستمرار في الاحتراف في الفترة الجاية. ده الخبر عن موسى المحترف او اللاعب الاردني في بلجيكا. في النهاية متنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة. سلام.